المفروض إن إحنا طالعين رحلة كده مع بعض علشان نشوف جزء الكنترول ذا بلاين للاستراتيجي اللي إحنا حطيناها، ونبتدي نطلع كل الأرقام اللي تساعدنا في شغلنا ونشوف هل إحنا شغالين صح ولا لأ. من الحاجات المهمة جدا جدا إن أنت تطلع ريبورت للشغل بتاعك على الكامبينز اللي بتشتغلها، ريبورت على كل الشغل بتاعك از سوشيال ميديا او از ديجيتال ماركتنج بشكل عام. هنا المفروض ان احنا مهتمين بالفيزيتس والليدز والكاستمر نفسه والكونفرجن ليد والكونفرجن ريت والريتش. الكلام ده معناه ايه؟ انا حاطط لك هنا في تفصيله لكل حاجه من دول بتعمل ايه وتفاصيلها دي. بس عموما في الريتش هنا انت على مدار السيزون السنه كلها الجروث بتاعك بيطلع ازاي؟ كل سنة كل شهر عن شهر بتزيد ازاي؟ بتزيد في كل البلاتفورم ازاي؟ على البلوج وعلى الايميل وفيسبوك وتويتر ولينكد ان واي بلاتفورم انت شغال عليه. وصلت لكام كلاينت على مدار السنة؟ حققت كام ريتش من خلال السنة؟ طبعا ده كله انت يا دوب بتدخل الارقام وبيبتدي يشتغل معاك على النتائج. طبعا ده كله لازم يجيب ليدز، لازم نجيب ليدز. في الليدز هنا لازم تشوف انت جالك كام ليد، عشان لما تحسب في الاخر انت طلع معاك كام بيعه تبقى انت فاهم، تبقى انت فاهم كل التفاصيل وعارف ايه اللي بيحصل معاك في كل الاجزاء اللي انت شغال عليها في الماركتنج بتاعك، والمعدل بتاعك بيزيد ولا بيقل. في الفيزيتس هنا كام فيزيت حصل من الليدز اللي جات لك، وكام فيزيتس جات لك من الليدز، وعلى اساسه تعرف معدل التفاوت ما بين الليدز وما بين الفيزيتس عشان تبقى مراقب الشغل بتاعك بشكل مناسب جدا. طيب الكاستمر بتوعك هنا العملاء فعليا اللي موجودين في الماركت، وانت المفروض عندك كام عميل، عندك كام عميل. طيب عندك كام عميل تفرق ايه عن عندك كام ليدز؟ العملاء اجمالا شرايح زي ما شرحناها قبل كده، لكن عندك في كل شريحه منهم ليدز معينين. والله انا في الشريحه دي الناس اللي عايزه حاجه مثلا كوميرشال، انا مش بشتغل كوميرشال لكنهم عملاء، او دول عملاء لكن مش من الليدز بتوعي. تمام. طب الكونفرجن ليد ريت هنا انت عندك حصل كونفرجن قد ايه من خلال ما بتحسب الفيزيتس والليدز والكاستمر، هنا بتحسبهم في الاخر يشوف انت في الاخر جالك كام حد، في الاخر كام حد جه فيزيت وكام ليد جه وكام عميل اصلا جالك في التوتال. ده كله بتحسبه عشان تقدر تلاقي تراقب الشغل بتاعك في الديجيتال ماركتنج شغال بشكل عام ازاي، وهل انت بتحقق نتائج ولا لا، الريت بتاعك بيطلع ولا بينزل، وتقدر تريبورت بشكل كويس في اخر السنه على الشغل بتاعك. الحاجات دي لازم تكون فاهمها وتطبق عليها، وكمان هتطبق على 3 شهور بالكامل ونشوف النتائج بتاعتها وصلت لفين.